أولا العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة. هذه الحكومة أعطينا واحد الاهتمام كبير، وكاين عديد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي، عدد من البرامج تشغيل، ومنه لأول مرة كدار المباراة الموحدة في التشغيل في الوظيفة العمومية. واليوم وزارة التربية الوطنية كتطلق هذا البرنامج، وهو البرنامج للتربية الدامجة، البرنامج ديال الوطني للتربية الدامجة، كيهدف باش الأطفال في وضعية إعاقة كما كانت نوع الإعاقة يمكن لهم يدخلوا المدرسة ويستمروا في التمدرس ديالهم بشروط معقولة ومقبولة، وما تكونش الإعاقة ديالهم عائق على التمدرس. هذا الشيء درت فيه جهود، ولكن اليوم الجهود غيتكون أكثر مؤسساتية بيداغوجية، ولكن منهجية، وغادي توسع إن شاء الله. صحيح اليوم هناك عدد من التسهيلات، وهناك عدد من الأطفال اللي كيدرسوا، ولكن هذا العدد ما كافيش، خصني يتوسع، ما يكون حتى شي طفل عنده إعاقة وتكون الإعاقة ديالو هو السبب ديال عدم إدماج ديالو في المدرسة، سواء كانت المدرسة العمومية أو غيرها، ولكن حنا كنهضروا هنا بخصوص المدرسة العمومية. وبغيت باش نوجه واحد التهنئة للأطفال التلاميذ اللي الحمد لله في المدرسة اليوم في البكالوريا، نسبة النجاح الأطفال من ذوي التلاميذ من ذوي الإعاقة مرتفعة جدا، وصلت 84%. فأريد أن أهنئهم، هذا دليل على أن الإجراءات اللي دارت الحكومة ودارت الوزارة المعنية لتسهيل تسهيل الامتحانات لهذه الفئة نجحت، وهذا غادي يعطينا حافز من نسعوا ونعموا على التراب الوطني هذه الإجراءات التسهيلية لهؤلاء الأطفال سواء للتمدرس أو في الامتحان. هذا يوم تاريخي، يوم انطلاق هذا البرنامج الوطني للتربية الدامجة لأطفال في وضعية إعاقة. هذا البرنامج اللي كنضمه تحت الرعاية السامية صاحب نصر الله ورئاسة الفعلية لسيد رئيس الحكومة، هو برنامج وطني طموح هادف اللي غادي ياخذ بعين الاعتبار هذا مطالب هذا الفئة ديال الأطفال في الحق في التمدرس. صاحب جنصر الله وصى أن كل شخص له الحق في الاندماج الكامل في محيطه الاجتماعي التربوي وأيضا الاقتصادي، وفي إطار هذا الاندماج التربوي الوزارة قامت بواحد العدد ديال البرامج منذ عدة سنوات، وحققت لواحد عدد ديال التلاميذ الاستفادة من التمدرس. اليوم تقريبا في المنظومة عندنا واحد 80,000 تلميذ اللي كيستافد من هذا التمدرس، وخلقنا واحد 700 قسم مندمج. لغير اليوم نحن بصدد تغيير هذا النموذج التربوي، ما غنبقاوش نهضروا على الاقسام الدامجه ولكن المدارس الدامجه، باش يمكننا نعطيو الفرصه لهاد التلاميذ باش يتم التمدرس ديالهم في واحد الاطار غير ما يكونش واحد التمييز سلبي بالنسبه لهاد الفئه. اليوم الوزاره باش يمكن ترفع من هاد نسبه التمدرس وفرات قامت واحد العدد التدابير وواحد العدد ديال الاجراءات مهمه، ولا سيما في الشق البيداغوجي، في الشق المؤسساتي والقانوني، وفي الشق ديال الشراكه. بالنسبه للبيداغوجي كاين واحد اليوم واحد العده بيداغوجيه لإطار منهجي اللي كيأثر هذه العمليه ديال التربيه الدامجه بالنسبه للاطفال، وايضا في هذه العده كاين تكوين المربيات والفاعلين التربويين باش يمكن لهم يكون عندهم واحد البيداغوجيه خاصه بالنسبه لهاد الاطفال. الجانب الثاني هو هذا الشق المؤسساتي. اليوم حنا بصدد خلق واحد الوحده اداريه في الوزاره، غادي يكون واحد القسم تابع للمديريه ديال البرامج والمناهج، وايضا على مستوى كل الاكاديميات غيكون واحد المصلحه، والمديريات الاقليميه غتكون واحد الوحده. ايضا سيتم هذا الشيء كامل تضمينه في واحد القرار وزاري، ما نبقاوش غير في المذكرات، واليوم باش نمأسوا هذه العمليه سيتم ارساء واحد القرار وزاري اللي فيه هذه الجوانب كامله. الجانب الاخر اللي مهم هو اولا تتمين ما يقوم به المجتمع المدني في هذا الاطار، واليوم كاين واحد الاطار ديال الشراكه مع هاد الفاعلين اللي بفضلهم حققنا هذه نسبة التمدرس وهاد التدابير التيسيرية كاملة اللي قمنا بها بما فيها تكييف امتحانات البكالوريا. وانتم تبعتوا معنا اليوم الحمد لله 84%
من التلاميذ اللي اجتازوا البكالوريا وضعيات اعاقه اللي استطاعوا باش ينجحوا في البكالوريا. الجانب الاخير هو اليوم تقريبا قلت عندنا 80,000 هي 10% ديال متطلبات المنظومه، غادي نحاولوا السنه المقبله نوصلوا 20% باش ان شاء الله التعميم سيتم في 2027 2028. شكرا لكم. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.